رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية، وهندخل معاكم عالم الاكسسوار، لكن هي اكسسوارات مختلفة لان فيها فكر واضح جدا وفيها احساس واضح جدا، ودايما الحاجة الحلوة مفيش حد بيختلف عليها. معانا مجموعة من الاكسسوارات المميزة جدا، فضة ونحاس فيها اجتهاد وفيها شغل كبير قوي. بيسعدني ان ضيفتي تكون لينا شاوي مصممة الاكسسوار. اهلا بيكي معانا يا لينا. اهلا بيكي، منورانا. ميرسي، ربنا يخليكي. يعني اسمحي لي الاول اقول لك بادئه معانا بابتسامه هاديه وجميله وناعمه، وخلينا نتعرف عليكي اكتر. انا اسمي لينا شوقي. تمام. ابتديت عادي جدا، ابتديت كهوايه وبعدين ابتديت اخدها كدراسه بقى. تمام، كهوايه وبعدين دراسه. طب دراساتك اصلا ايه؟ بصي، انا البدايه خالص نزلت اشتغل مع سايق. كنت برص ذهب الاول. كنت برص الماس، بشتغل في الالماس. وبعدين ما كنتش دارسه اي حاجه، انا اداره اعمال اصلا بعيد تماما. فنزلت وعجبتني القصة وكده، فابتديت كنت بعمل اوبن داي بقى، بشتغل شوية خرز. بعد كده طلعت بقى، قلت لا، يعني بعد 8 اشهر بعد ما اشتغلت معاه قلت لا انا عايزة ادرس. فدورت على جامعات ان هي متخصصة في الديزايننج وان انا امسك السلم من اوله، يعني زي ما بيقولوا. فطلعت بقى لندن وايطالي، درست بقى ديزايننج ودرست الاحجار، وبعدين رجعت هنا مصر درست برضو، كملت دراسه في الالماس ان انا اكشف على الالماس وكده، واخدت بقى كل الحاجات العملي، سواء بقى تركيب احجار، ازاي الحم، ازاي انشر. اخدت شوط طويل يعني. ف الدراسه دي قعدت تقريبا مده قد ايه؟ كام سنه؟ مش فاكره، بس يعني حوالي يمكن 4 5 سنين بتدرسي. بدرس بقى، وبس بشتغل كمان. بتشتغلي في نفس الوقت؟ بس الاول تخصصتي في الالماس؟ لا ما تخصصتش في الالماس. انا او درستي اشتغلت في الالماس قبل ما ادرس، وبعديها قررت برضو اخدت شهاده في الالماس ازاي اكشف عليه وكده، وعلى الاحجار الكريمه. طب ايه اغلى انواع الالماس؟ بصي، هو ديبندنج على الفور سيز بتاعته. فسواء الكلاريتي بتاعته او الكات او ال مش فاكره قوي دلوقتي، الكات والكلاريتي وال بس انت تعرفي تحددي كل ده صفائه قد ايه وقطعته ازاي، انت تعرفي تحددي كل ده. بصي، انا ما عملتش براكتس عليه يعني. انا اخدت الشهاده بصراحه، وبعدين بعدت عن الالماس خالص ودخلت بقى في الفضه والنحاس وكده، فبقيت حتى يعني زي ما مش فاكره اصلا. طب قوليلي ليه بعدتي عن الالماس، واحساسك ايه وانتي بتشتغلي في الالماس او لما جربتي الالماس، وايه الفرق بينه وبين الفضه والنحاس؟ يعني الخامات دي، المواد دي، هل حسيتي نفسك او لقيتي نفسك اكتر مع الفضه والنحاس؟ لا طبعا، هي ديبندنج على السوق يعني. هي اصلا انا دلوقتي لو دخلت في الالماس هضطر بقى اجيب الماس من بره، وانا يعني مش تاجره يعني، حتى في شغلي مش بتعامل بتجاره يعني، بتعامل اكتر ان انا بحب حاجه فبحب اعملها. لكن انا اروح اشتري الماس وبعدين اوكي، حتى لو جبت الالماس من هنا من ناس هنا، ال هنا في مصر الناس متعوده تروح لو هتشتري شبكه او كده للسياخ بتوعها. مش بيبقوا عندهم الثقه الفظيعه ان هم يجوا يقولوا دي والله بتعمل شغل الماس حلو قوي، هنروح لها. لا، هم متعودين في تراديشن كده ان لا، ده السايغ بتاعنا بتاع العيله. يجيبوا بقى خارج البيت، لكن مفيش سوق او مجال للالماس ولحد بيعمل شغل جديد في الالماس. بيخافوا حتى لو في شهادات وكده، ما هو الشهادات برضو ساعات بتتضرب. فبيخافوا يعملوا كده يعني. انا عملت شبكه الماس، بس كانت واحده صاحبتي اعرفها فعملت لها الشبكه وكده. فلما بيبقى حد عرفه قوي بيجي يقول لي لا، انا طب عايزين بقى ديزاين مختلف. ولحد دلوقتي برضو كده، لو في اوردر الماس او ذهب يعني ممكن تعمليه. بالظبط يعني، انا بشتغل ذهب والالماس عشان اسعارهم بقت غاليه قوي في الاوردر. لكن ما اقدرش اعمل مثلا كولكشن فظيع بقى ذهب او كده، لا، بادجت هيبقى عالي قوي. طيب يلا نرجع للفضه وللنحاس ولشغلك، وقولي لي قبل ما نشوف اي حاجه، تعملي كام كولكشن في السنه؟ بعمل 2، واحدة صيفي واحدة شتوي، وبس هما دول اللي بعملهم يعني. ايه الغالب اكتر على شغلك؟
الفضة ولا النحاس؟ انا بحب الفضة بصراحة، بس الكولكشن الاخرانية دي علشان لما بحب اعمل حاجات كبيرة قوي بروح قلبة من فضة لنحاس علشان البادجت. يعني الاسعار الفترة الاخيرة عليت بطريقة مش طبيعية يعني، فبالتالي اضطريت اعمل الحاجة نحاس علشان تبقى في متناول الجميع يعني. تمام، طيب نبدأ بإيه؟ والحقيقة شغلك مش بس في افكار مختلفة، لا انت كمان محددة يعني داخلة في مجال الابراج مثلا. انا شايفة خواتم كلها ابراج، ويا ريت نبدأ بيها وتقولوا لنا ايه النحاس وايه الفضة فيها. اوكي، بصي انا الكولكشن دي عملتها ابراج، بس عملتها مش الابراج التقليدية. يعني طلعت عن المألوف لدرجة ان في ناس عجبها الشكل وهي مش نفس البرج وقررت تلبسه بالزبط. فهو داخل في الانوفو يعني. اهتميت اولا الشغل بتاع الابراج مش بس كمان شغل يدوي، حطيت كمان ليزر يعني، حاولت استعمل كذا كل حاجه. واشرح لنا. انا اوريكي اللي في ايدي الاول. انا قلت يا ريت اللي في ايدك اول حاجه. ايوه كده. اشرح لنا بقى. ده عقرب. اوكي، انت برج العقرب؟ انا برج. تمام. ده عقرب، فالبرج دايما البرج العقرب معتز جدا ببرجه. صح، حقيقه. اوكي، ده سرطان. يعني نشوف العقرب تاني كده علشان يبقى واضح معانا. اوكي، ده برج لينا اصلا وهي معتزه جدا جدا. طب نجرب نشوف حاجه تانية. بصي، ده السرطان. اوكي، وبعدين ده كمان سرطان ولا ايه؟ ده كمان ده. بس طريقه مختلفه. ده فيه يعني حجر. قللت الفصوص شويه وعملت حجر روبي سنتاتك. هنثبت ايدينا كده عشان نقطع عليه مظبوط. مين عندكم سرطان يا جماعه؟ في حد عندكم سرطان؟ فين القوس؟ القوس عملته حلق بس، الناس اعترضت جدا ان هو ليه قوس حلق بس، بس انا يعني حسيته في الحلق مش عارفه. ده ايناس صح؟ احنا مخرجتنا قوس، بس انا حاسه ان هو يعني شكل عادي، مش شكل برج. ما هو دي الفكره، مش مديني احساس البرج قوي. بالظبط، ممكن تلبسيه كشكل عجبك وممكن تلبسيه على اساس انه برج. هو انت عامله فرده واحده؟ لا، هما اتنين بس. انا مش فرده ثانيه. طيب ايه تاني؟ في كمان الجدي، ده عملته حلق. ده عامله حلق. اوكي، مين الناس ما تضحك جد. طيب ايه تاني؟ حمل. حمل، ايوه الحمل. كمان عملت منه، بصي الكل مش وديع صح؟ طيب ايه تاني؟ بصي الحمل اللي عندك ده اللي هو بالدباره، ده تينيجر شويه. برج الحمل. ده الحمل ده شهر ايه؟ الحمل شهر 4. في حد عندنا حمل؟ ها، برج الحمل. بصي ده بقى معمول بالليزر. يعني ازاي بقى بالليزر؟ يعني ده نحاس بس مش مطلي ذهب، الباقي كان مطلي ذهب. معمول ان هو رسمت الشكل وبعدين بيتحفر بالليزر مش يدوي. بصي بقى الحوت، عامل ارت نوفو شويه. بس ده مش مديني حوت خالص. بصي هما الحتتين اللي تحت دول، الديل السمكه اللي تحت ده. ما انا مش عامله برج الجوزاء. ده جوزاء. البرج الصعب. الجوزاء اهو، انا ثابته جدا بالجوزاء، ما اقدرش اتكلم. كده طيب ايه تاني؟ عندك العذراء. العذراء تمام. ده عايز حاجات ساده خالص عشان يبان صح؟ بالظبط. طيب ايه كمان؟ بصي لو طلعتي انا عملت ايه، عينين وبق يعني عاملاه. ما انا مش قادره اشوف التفاصيل، بس انت ده ليزر صح؟ ده ليزر. الوش معمول بالليزر. يعني بصي بقى اخدت شغل قد ايه. يعني هي الاول بتترسم. انا عايزه اقول لك ان الشغل ده دقيق قوي يا لينا. يعني بصي حتى الفصوص اللي انت حطاها صغيره دي، دي صغيره قوي، دقيقه قوي. بالظبط. يعني بتهين ده شغل صعب.
انا بحب وفي حفر وفي دق وفي كل حاجات حاجة كده. بالظبط. طب ازاي بتتعاملي مع الادوات دي؟ انا بحب اعمل يعني بدخل كذا طريقة شغل في الحاجة، وبحب الحاجة تبقى دقيقة جدا. يعني اقول لك مثلا ده اخد الاول رسم وبعدين نشر وبعدين دق وبعدين ليزر وبعدين تركيب حجارة. ده ايه اللي ورا ده؟ ده اللوجو بتاعي. ده اللوجو بتاعي انت حاطاه في كل حاجة. برافو عليكي، حلوة قوي. ميرسي. طيب ايه كمان؟ ايه كمان؟ احنا خلصنا الابراج كده ولا نسينا حاجة؟ لا بتهيألي كده خلاص. كده خلاص. ده يمكن ايه؟ دي ايه دي؟ ده دلو. ده دلو. مين؟ مين يا جماعة في الكنترول كله عندنا بدور ده؟ على برج الله. هو ايه ده دلو؟ ايه تاني؟ بس انا متهيألي خلصنا الابراج. طيب ندخل على الميزان. ما جبتوش عشان الميزان. انا زعلانه منك قوي على فكره. المره اللي جايه لازم يعني تجيبي ميزان. لازم تجيبي. عاملاه ايه؟ كنت عاملاه عاملاه شايفه ولا ايه؟ لا كنت عاملاه دلايه بنت لابسه جيب كلها فصوص، وبعدين شعرها عامل كيرلي كده، وماسكه اللي هو الميزان ده زي او يعني ده. انت كنتي عاملاه بمزاج قوي. بمزاج قوي. طب ايه تاني عاملاه بمزاج قوي يا لينا؟ قولي لي. والله بصي يعني مش هقدر اقول بقى حاجه معينه، كله كل شغلي. طيب بصي، انا كله حلو قوي، كله فيه فكر وكله فيه جهد وكله فيه احساس. بس انا عايز، ما هو انا لسه يا ايناس جايه لده، للعقد ده اللي هو انت قلتي ده عباره اصلا عن قصيده قصيده شعر صوفي وصوفيه، وما احلى القصائد الصوفيه طبعا. فخليني اعلق عليه، وانا عايزه يعني على قد ما اقدر اشوف حتى اول القصيده فين واخرها فين. اوكي بصي، ده قصيدة الحلاج اللي هي والله ما طلعت شمس ولا غربت. أولها أول السلسلة هنا. خلينا نقول إن هما تلاتة الأول مش شابين في بعض، هما منفصلين. هما تلاتة منفصلين، يعني عشان لو حبت تلبس مثلا واحدة بس مش عايزة تكمل القصيدة، أوكي يعني تمام. تبقى براحتها على حسب اللبس. لكن هي مش بس تلاتة كمان رو كوليه، هما غوشتين وحلق عشان اكمل القصيدة. طعم كامل. يعني ما حبيتش اكسرها. اولها فين؟ اولها هنا والله، وبعدين ما طلعت شمس ولا غربت. كلمة كلمة كل صح؟ يعني كل يا ريت كده لو تيجي معانا اولها اهي. كملي. وبعدين بقى وكل كلمة بعديها لفه كده واخرها على خليني الحلقة. اروح عند نهايه اول واحد. أوكي. اللي احنا اللي هو في البدايه. اني واحد ده؟ لا هنا في الناحيه التانية. اوكي عايزه انا عايزه يعني اوضح حاجه معينه، ان هنا ايه اخر كلمه، هنا ايه الكبير. مش هقدر اشوف. انت مش عارفه عارفه كنت عايزه اقول اخر كلمه هنا بتتكمل هنا. فهماني؟ بس هي دايما البدايه من الناحيه دي. انا بديتها طب من انت حاجة. الفكره دي جات لك ازاي؟ وبعدين دي صعبه قوي. لا بس هي كانت. طب كم كلمه قولي لي حافظاهم؟ لا طبعا لا طبعا مش حافظاهم. لا طيب خد منك وقت قد ايه، وازاي جات لك الفكره دي اصلا؟ بصي الكولكشن، مش معنى القصيده دي. انت بتحبي؟ انا بحب الصوفي. طبعا يعني بحب الصوفيه جدا، وبحب الشعر الصوفي والاغاني الصوفي، يعني داخله فيه تماما. فكانت الكولكشن كلها اسمها العشق. تمام. العشق الصوفي يعني. فكل يعني كولكشن كانت كلها عقاد كده، الخواتم كلها مكتوبه شعر. بصي دي كمان ده شعر برضه مش صوفي بس برضه شعر. يعني كانت كلها مديه اقول لك ايه، حب كده. تلاقي كل اللي لابس حاجه حاسس بالعشق الالهي يعني. ولازم يكون عنده ده جواه علشان يعرف يستمتع طبعا بيها ويحسها وهو لابسها. طبعا. تمام. طيب دي ايه ده؟ الحلق بتاعها ده بقيه الطقم. ده بقيه الطقم الحلق. في تلات كلمات هنا وتلات كلمات تلات هنا. كلمات هنا. وبرده انت حاطه فيه احجار لولي. دي لولي. ولا والفصوص دي ايه؟ زركون. تمام. مكتوب ايه؟ قولي لي التلات كلمات اللي هنا ايه والتلات كلمات اللي هنا ايه. سقاها وبس سفن سوري وديني
وديني تاني مش عارفه بقى. طيب ده على حسب ما انا شايفه. طيب تمام. طيب. خد منك وقت قد ايه تقريبا الطقم ده دي؟ مش عارفه يعني، انا الكولكشن كلها اخدت مني تقريبا 20 يوم كله مع بعض. كله مع بعض. ف يعني مش مقدرش احدد لك بالظبط تقريبا ده قد ايه لوحده. لا، لان انا بودي الاول نشر وبعدين برسم الاول وبعدين اودي نشر وبعدين نضرب الحاجه بومبي وبعدين نتليها ونركبها، فكل حاجه بتخش يعني. طب في ناس بتساعدك يعني، عندك ورشه وعندك عماله وكده، ولا انت لوحدك بتقومي بكل حاجه؟ بصراحه لا، يعني انا بروح ورش بس مش بتاعتي في خان خليلي. بس ورش بتعامل معاها على طول يعني، مش ناس جديده. الكولكشن دي اتعملت مع خطاطين كمان والله. وبعدين اخدت منهم الصنعه وبقيت انا بقيتي بعرفي لان انا بحب اعرف اعمل كل حاجه بايدي، علشان لما اجي اشرحها او لما اجي ما تعجبنيش الطريقه اللي طلعت ابقى عارفه اعملها بطريقه تانية. ما بش مش فاهمه بتتعمل ازاي، فايه لا مش هتنفع فاسكت لا. طيب نشوف ايه كمان معاكي. بصي الغيشه اللي انا لابساها، نشوفها دي مكتوب عليها برضو ولا ايه؟ دي بقى انا كاتبه الورقه اللي انت عاملاها دي ليكي، دي بتاعتك. طالما انت معتزه بيها قوي ولابساها وكاتبه لها الورقه بتاعتها كمان. بصي دي انا مدخله كذا شعر في بعضه. طب قولي لي مكتوب ايه بقى؟ ولا انا مع الحبيب ولا انا بدونه، ان كانت عيناي لا تبكيان في العيان، فدموع روحي يعني تنهمر شوقا اليك في الكتمان، ولا مطلب لي الا الذي يرضى به الحب، وكل شيء الى زوال ويبقى الحب. ده بقى جلال الدين الرومي، فريد الدين العطار، وابن عربي. دول تلات شعراء انا جمعت كل واحد بشعر ورحت كاتباهم كلهم. يعني خدتي من كل واحد جمله وعملتها انا اعتقد انت مش هتفرطي فيها ابدا صح، لان انت عاملاها دي بمزاج، مش سهله، بمزاج وباحساس واضح ان هي وراها حاجات شخصيه ليكي كمان. بتهيألي دي انت مش هتفرطي فيها ابدا صح؟ بالظبط. بس ممكن يجي لك يعني تعملي بالعمل بالظبط يعني، لو حد عاوز يعملها طبعا اعملها له يعني. تمام، يلا نشوف ايه تاني معاكي يا لينا. بصي بقى ده نرجع للشعر تاني. برضو دي انا مش عارفه مين اللي كاتب الشعر ده، بس انا عجبتني جدا برضو. مكتوب قادني اليك قدر، وسرقك مني قدر اخر، وما بين القدرين فقدت قلبي. والحياه كلها اقدار، لازم تكتبي في الاخر والحياه كلها اقدار. بالظبط. كل واحد يعني قدره مكتوب له من قبل ما يجي الدنيا دي. طيب يلا نشوف ايه تاني يا لينا معاك. بصي بقى في تاني، انا بصي عاجبني قوي ومستهويني قوي دخول الشعر في الاكسسوار. اولا دي فكره رائعه ومش اي حد يعرف يعمل ده، لازم يكون صاحب احساس عالي قوي طبعا. واعتقد ان هو موضوع مجهد مش سهل، ان انت تقعدي تختاري وتجيبي جمله من هنا وتسمعي حاجه تعجبك من هنا. بالظبط. هو بصي يعني هو مش مجرد حلي عادي بيتعمل زي ناس كتير ما بتعمل صح؟ انا بحب الشغلانه، لما بتحبي حاجه بتبقي يعني بتعمليها بحب عن ما بتعمليها تجاري. يعني انا مش معرفش اعمل حاجه عشان هي دارجه فانا اقدر اروح عاملاها عشان ابيع، لا. انا بحب حاجه بعملها، اتبعت ما اتبعتش خلاص يعني، عارفه ازاي؟ فدي طريقتي يعني في الشغل. طيب علشان انا بصي عايزين يعني ناخد كل حاجه معانا. وصفي لي ده ايه كده الالوان الحلوه دي. ده فضه وده الوان العقيق كله. فلما بتيجي تلبسيه بيبان يعني واخد مدرج كده. ايوه دي الوان العقيق كلها. واللي جوه ده بيكون اللي هو داير العقيق حوالين العقيق. بس ده كله فضه. كله فضه. طيب ده ده حجر اسمه لابرادورايت. انا ده برضو طريقه شغل تانية، ده طريقه تشبيك يعني، زي العقد اللي انا لابساه ده فضه اوكي، بس عاملاه اكني بخيط. تمام اوكي. ده برضو نفس الحكايه، برضو عامله الحجاره، هي الحجاره دي مكسره كسر يعني،
والحجر ده بيدي مع الشمس ضوء، معرفش اذا كان باين في الكاميرا ولا لا، بيدي ضوء كده لبني. تمام. بس فبيتشبك اكني بخيط حته قماشه يعني. ده مش صعب في شغله يا لينا؟ ده بياخد وقت، ده بياخد وقت برضو، مش متذكره واخد قد ايه تقريبا. لا ده ممكن ياخد له اقول لك بتاع 5 ساعات مثلا. 5 ساعات؟ طيب. او اكتر. الخيط اللي بتشبكي بيه ده خيط ايه؟ بصي، بستعمل الحرير وبستعمل السناره على حسب. لو لقيت السناره تنشن لي العقده قوي مع احجار بيبقى مفيد، لانها بتبقى حاميه ممكن تقطع الحجر. تمام. تقدر تقطع الخيط. لكن مع لو انا عايزاه شكل كده بستعمل الحرير. حرير. وبيعيش ما بيتقطعش ولا حاجه بسهوله؟ لا لا. طيب ده الحلق. انا بس قبل الحلق هوريكي برضو ده الجولي. ده برضو نفس طريقه الشغل التشبيك. ده لولي ايه؟ ده لولي كالتيفيتد، بيبقى صناعي مش نوع المزارع مزروع. طب نشوفه تاني يا لينا ده عشان طيب ايه كمان نشوف ده ايه؟ هنجيبه. حاضر. ده الاول دي غويشه وبعدين نرجع للولي. اوكي. دي غويشه فضه وانا طالياها ذهب. عامله زي الطلاء الذهب ده مع الوقت مش بيتغير؟ بيروح. صح بيروح بس يعني depending على الاستعمال، يعني بياخد وقت، ممكن يقعد سنه معاكي، ممكن سنه ونص. لما بتطلي. طب النحاس لما بيطلي؟ النحاس برضو نفس الحكاية، هو كله طريقة. هو النحاس بيقعد اقل شوية من الفضة. بس ساعات بقى بيعملوا له ايه، بيطلوا كوش نيكل الاول وبعدين يطلوا الذهب. طبعا بيقللوا السعر عشان ما ياخدش ذهب كتير، بلس ان هو لما يعمل كده بيمسك اكتر من لما تطلع على طول ذهب على فضة. تمام. فهما بقوا بيعملوا كده دلوقتي. طيب احنا هنشوف اللولي، نرجع للولي. أوكي. ده عشان خلاص احنا لازم نختم. اوكي ثواني بس هيقطع عليه. ده بتهيألي صغير، ما خدش منك وقت كبير ده يا لينا صح؟ لا ده اخد بتاع 4 ساعات. 4 ساعات يعني، لان واخد تقريبا دورين فوق بعض يعني. امسكيه كده عشان يبقى واضح. اوكي. طيب اخر حاجه ده الحلق. ده الحلق ده اللي هو على الودن كلها. يبقى مش عارفه ده اني كده كده. دي فرده واحده. هو بيتلبس فرده واحده مش اتنين. شغلك كله جميل ودقيق، فيه احساس عالي قوي زي ما قلتي يا لينا. نورتينا. بشكر لينا شوقي مصممه اكسسوارات. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحاجات اللي معانا النهارده، مش مجرد اكسسوارات عاديه، لا زي ما قلت مختلفه، فيها جهد، فيها فكر، فيها بحث وراها، بحث كتير قوي. بشكر كل مشاهدينا اللي تابعوا معانا فقرتنا النهارده وحلقتنا كلها. كنا معاكم على مدار 60 دقيقه على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده من دانتل. اشوفكم على خير.